الجاهل عدو نفسه، بس بزمن كورونا الجاهل عدو الكرة الأرضية كلها. خليكم معنا حلقة جديدة. مرحبا، أنا محمد جغبير. اليوم موضوعنا مختلف وطريقة الحكي مختلفة. اليوم راح أحكي عن الجاهل في زمن الكورونا، بس خلينا نحط كم من شرط صغير عشان نفهم كيف بدنا نحكي. هو الجاهل اللي ما بيعرف تفاصيل مرض كورونا أو كيف بنتقل، وما بيعرف أو مش مستوعب ليش الحكومة الأردنية عمالها بتحط كل هاي القوانين وكل هاي الحجرات وعماله بيخترقها. والجهل اللي بنحكي عنه مش شرط يكون متعلم أو مش متعلم، مش شرط، مكانته الاجتماعية ما إلها أي قيمة. إحنا بنحكي عن جاهل بالمرض، فخلينا نحكي عن الفوائد بعدين نرجع نحكي عن المضار. أول فائدة لهذا البني آدم إنه رح ينحجز، فلما ينحجز رح يؤدي إنه بعد ما يخلص الموضوع الحجر رح يدفع على حاله فلوس عشان يطلع، ويا ريت لو كان بسيارته، عشان المبلغ اللي رح يدفعه لسيارته والمدة اللي رح تضلها سيارته بالحجز مدة كافية إنه إحنا نقدر نتحرك. وواحدة كمان من الفوائد إنه بنعرف مين الجاهل اللي سبب وخلى الأردن يطول كثير بالحجر، وعارفين إنه هذول هم الأشخاص هم سبب إنه لازلنا لغاية الآن بنطالب إنه ترجع الحياة طبيعية، بس بسببهم مش قادرين. ولا سمح الله لا سمح الله إذا تفشل الوباء بالأردن، عارفين مين كان عدونا. وبعد ما خلصنا شوية الفوائد خلينا نحكي عن الأضرار. قبل ما أحكي عن الأضرار بدي أقسم هاي الأضرار، أضرار عليك لحالك وأضرار علينا. خلينا نبلش بالأضرار اللي عليك لحالك. وإذا أنت مفكر إنه خرقك للحظر لوحدة من هدول الأشياء فخلينا نمشي فيهم واحدة واحدة. ممكن خرقت الحظر مشان المال، رزقتك يعني، أو مشان صحتك، طيب مشان حدا بتحبه، ولا مشان أكلك. خلينا نستعرضهم واحدة واحدة. أول واحدة صحتك. إذا مفكر إنك خرقت الموضوع عشان أنت تضلك بصحة وسلامة وتضل مزاجك عالي، فبحب أحكي لك إنه أنت جبت المرض لحالك وراح تفوت في مداهمة صحية، مش شرط معك، ممكن مع أهلك. وإذا كان الموضوع بسبب رزقتك، فرزقتي ورزقتك ورزقة كل الناس واكثر، فأكيد إنك أنت لما تطلع ما راح تسرع موضوع إن رزقتك ترجع لو شو ما كانت مطالباتك، لأنه صحة الأردنيين أهم من أي شيء ثاني. وإذا كان الموضوع مشان واحد من أهلك، فبحب أحكي لك إنه أنت السبب راح تكون الرئيسي بإنه ينضر، فراح تجيب له المرض وراح يفوت على المستشفى. وإذا كان لا سمح الله مناعته ضعيفة أو كبير بالعمر يمكن تخسر. وإذا كان الموضوع مشان أكل، فبحب أحكي لك إنه أنت بتشيل اللقمة من ثمك عشان تعالج حالك. جسمك لما يمرض ببطل يستقبل الأكل، فلا منك ولا المطاردة من أكلك. وأنا عندي مقولة، أموت جيعان بس ما أموت بكورونا، لأنه لما أموت جيعان بموت لحالي، بس إذا مت بكورونا رح أغلب دولة كاملة من وراي. خلاص الأضرار اللي عليك فهي كل الأضرار اللي إحنا قاعدين بنحكيها عليك. تعال نشوف الأضرار اللي علينا. بنعرف انه انت ضرنا بكل النواحي، بس خلينا نستعرضهم واحد واحد. ومن بداية من الرزق، انت قاطع رزقتي ورزقة فلان وعلتان ورزقة كل البلد، لانه انت مش متحمل مسؤولية انك انت تقعد في البيت وتضلك في البيت كل يوم عن يوم، تطلع مشاكل جديدة وناس مخترقة للحظر بكميات هائلة، وهدول كل الناس مخلين المدة تطول بزيادة وكل يوم عن يوم، ورزقتنا كلياتنا واقفة، مش بس رزقتك لحالك. وإذا مفكر حالك أسعره إنه منطقتك مش واصلها فيروس، فبحب أحكي لك إنه منطقة المرقب اللي موجودة بين سحاب وبين ماركة الشمالية وماركة الجنوبية وصلها الفيروس عن طريق فلان وفلان وفلان، توصلها الفيروس. وهاي المنطقة أهلها أصلاً ما بيطلعوا لأماكن كثيرة. أنا بعرف ناس كثير سكان المرقب، وهدول الناس في منهم ملتزمين وفي منهم للأسف مش ملتزمين. تخيل واحد ضر أهل المنطقة كاملة، فبتمنى انه تفكر بالموضوع شوي. وانت كمان قاعد بتضيع جهود كل الناس، سواء من جلالة الملك للوزراء للطبيب للممرض، شو دخلهم هدول كلياتهم يوقفوا لانه حضرتك لسه بالشارع. بتعرف انك انت تعتبر قاتل بجميع المعايير، ممكن قاتل غير قاصد. انت لما تنزل على الشارع تستهتر بهاي المواضيع، ممكن انك تنقل الفيروس لواحد وأقرب الناس إليك، لأنك بالنهاية حترجع على البيت، فرح تعتبر قاتل لأقاربك وأحبائك. وبتمنى إنه ما يتتحول لقاتل في يوم من الأيام بسبب شوية تفكير.
رسالتي الأخيرة، الكورونا مش عار، بالعكس إذا صابك كورونا أو حسيت بأعراض كورونا أو شاكك إنك خلطت واحد مع كورونا، روح احكي عشان تتعالج على حساب الدولة، لأنه لا سمح الله إذا انفك الحجر وطلع معك كورونا حتتعالج على حسابك الخاص ورح تتعذب بمعالجة كل اللي حواليك، واحتمال في ناس ترفع عليك دعوة إنك أنت كنت سبب في قتل أحد أقاربهم. فخليك بالبيت وخلينا نرد على الحكومة. بتمنى منك إذا عجبتك الحلقة تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ومش غلط تتابع صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام. برنامج ميزان برنامج بعطي فيه كل إيجابية، ولكن حلقة اليوم كانت ضرورية. يعطيكم العافية وفي أمان الله، وما تنسونا من لايك وشير. الله يحمي هالبلد والله يحمينا جميعاً.